للأسف اليوم، وهو عن الرسائل ونماذج من الغناء السوداني. وهنالك أغنيات كثيرة تطوف بالخاطر وردت فيها معلومة أو إشارة أو كلمة عن مرحلة أنا بعتبرها هي مرحلة مطورة في تاريخ العلاقات الإنسانية، وهي مرحلة تبادل الرسالة. والرسالة علينا نبتدي الحلقة دي من الآخر بتاعها. الآخر إنه اليوم الرسالة اليوم هي رسالة صوتية مرئية في تسابق فيها الصورة الصوت، يعني الاثنين مع بعض، سرعة الضوء وسرعة الصوت. وفي لمحة البصر عبر الشبكة العنكبوتية يمكنك أن تخاطب من تحب ومن تريد في أي لحظة وفي أي وقت، وهي باستخدام الأجهزة الحاسوبة المتطورة وجهاز الاتصال على الشبكة العنكبوتية يمكن أن تبعث برسائل على الإيميل كتابة أيضا بالإضافة للرسالة المصورة. قبلها كان في الفاكس ميري، وكان في الرسالة النصية اللي بيخليها على الشخص على جهاز الهاتف، وكانت المبرغة، وكان البريد. البريد ده معناه المتعارف، البوصلة. تكتب الخطاب وتخد عليه الطابعة والعنوان وتوديه لصندوق البريد، ويصل إلى الأهل والأحباب في أي مكان وزمان. هنا في السودان بالرغم من كل المراحل المطورة دي، إلا إنه في كل مرة البريد عندنا شكله متأخر شوية. بالرغم إنه نحن في بداياتنا البريد كان برضه بريد ممتاز، وكنا ممكن نطلق عليه بريد الجولة. وأنا بعتبر إنه الرسائل اللي اتكتب عنها أغاني في الزمن ذاك، أو الإشارة الغنائية جت للرسالة أو الخطاب في الأغنية، كان في الزمن كان فيه البريد فعلا بريد حي وسريع ووصل الرسائل ومحفوظ، ومحفوظ لها السرية، ومحفوظ لها كل متطلبات توصيل الرسالة. قبليها نحن في السودان بنعتبر انه الرسالة كانت عندنا رمزية، كانت تتقدم عن طريق الطبل او يولع نار او يعملوا ضوء ويكون رسالة من قرية لقرية، الناس بيعرفوا انه القرية الفلانية حاصل فيها شنو، واتغنت لها اغاني. الزغاريد هي عبارة عن رسالة عندها معنى ومضمون، لو الناس سمعوا صوت زغرودة بيعرفوا انه في رسالة اتصل، انه الغاية اللي استخدمها هي توصل رسالة. حتى في الغناء الشعبي السوداني بيقول لك ضربوا دنجرا بيون العيال مارين، يعني لما سمعوا صوت الطبل معناها في رسالة توصلت لهم، طلعوا للحرب ولا طلعوا لحفلة ولا كده، تبينس على نوع الطرقة ذاتها، لأنه النحاس يضرب في مناسبات معروفة، والطبول الأخرى لها مناسبات معروفة، وفي جزء في أجزاء كثيرة من السودان الطبول ذات عندها أسماء وعندها تركيب وعندها طقوس بتمارس، وما في طبل بيتعامل ازاي، الطبل بينحروا له بيطبحوا له بيجيبوا له المريسة بيمسحوا بالزيت، في طبول بيحننوها، في دلاليق بيصموا فيها قلوب وبخروها وبيعملوا لها حاجات كثيره، ومعروفه عندنا يعني الدلوكه والشتم والطبله بانواعها. الكتابه المرحله الثانيه مرحله الكتابه. انا بعتبر انه الكتابه في السودان كان عندها مكانتها.
بقول لك جرى لحد رابع ابتدائي وفك الخط يحكم عليه انه بقى خلاص بيعرف يقرا ويكتب، بيكتب جواب وبنادوه تعال يا ولدي اكتب لي جواب. واذا بقيت حريف وبتكتب جواب ممكن تعمل ترابيزه قدام البوسطة ويكون عندك خلاص مهنه تكتب رسائل وتكتب عرض حالات وتكتب شكاوي وكذا وتساعد الناس انه تملى لهم الاناريك بتاعتهم. والكاتب والمش كاتب كانت حتى مهن بيغنوا لها يعني في الغالب. وحتى لو كان اللغة ركيكة ولا الكلمات فيها أخطاء إملائية ولا كده، إلا إنه برضو اللي بيتصل الرسالة ممكن يتجاوز الخطأ ويعرف المضمون، يزعل المضمون. كده بنقول إنه في رسائل رمزية، في ناس ما كانوا بيعرفوا بالكتابة لأن كانوا بيكتبوا برضو. وفي رسالة رمزية يعني ممكن الواحد يعمل كده ويعمل قلب ويرسم نجمة ويطلع أنا بحب المريخ حتى ولو كان مهزوم. أنا وقلب والسودان خريطة السودان ويبقى خلاص الرسالة وصلت يعني. زمان درست للواحد الدكان بيقول لهم كيف صرفوا جواب. والورقة اللي كان بيبيعوا عليك مع الظرف كان اسمها الجواب. وما فيش حد كان عندهم ورق كثير في البيت عشان يكتب جوابات، لكن كان ممكن لو لقى تعريفه ممكن يشتري ظرف وجواب. ويكون سعيد لو طلع في بيتهم في حوض بتاع زهور اسمه صباح الخير، زهرة صباح الخير وزهرة حمراء، واللون بتاعه يعني بالطبع. ففي ناس كتار انا بعرفهم هنا في القاعه دي كتبوا جوابات وخدوا فيها الزهور كده طلعت الاحمر. وفي ناس كتار كتبوا جوابات ما خدتوا فيها اي زهره لكن رسموا قلب وبنك الضم. والكاشف ما كان بيقرا ولا بيكتب لكن قال حبيبي اكتب لي وانا اكتب لك، ممكن يكون بالرمز. فالرساله في الاغنيه السودانيه كانت رساله واضحه عندها مضامين كثيره، مضامين اجتماعيه ومضامين تربويه واخلافه، وكانت برضو بتحكي عن الشوق والولح والحب. والشوق هو المرحله اللي بتخلي الناس يوصلوا لانه يسالوا من بعض او يكتبوا رسائل تعبر عن احاسيسهم. فبنلقى في الرسائل السودانية في رسائل للأم وفي رسائل من الأب لولده. وفي أغنية شهيرة بتقول بنرسل لك عشان تقرا العلم تلحقنا في الضيق تاريخك في بلد التروك ولد من الغريق ويا خسارة عيشنا مع أكل الجراد والحكمة الدين. ودي رسالة يعني أنا معتبرها كانت فيها مضامين كثيرة جدا. بعتها أبو مشتاق لولده في غربة كان بيقطع من لحمه برسل له عشان يقرا ويتعلم. وفي اغنية شهيرة غنتها في بداية السبعينات في نهاية السبعينات سمية حسن، وكانت من ألحان يوسف الموصلي، مشهورة برسالة إلى أمي. وفي ناس كثير جدا استخدموا مفرداتها أو رسلوها ذاتك الرسالة عشان تصل الأم. نحن بنسمع في الحلقة دي لنماذج ارتبطت بالرسالة والرسائل في الغناء السوداني، وكنا نتوقع حضور بعض الأخوة المغنيين أيضا. وفي بداية الجلسة بتاعتنا وكما عودنا دائما أخونا المغني والملحن والمطرب سيد البيت عادل التجاني، ونستمع في يعني نماذج، وان شاء الله الجلسه تكون فيها كم هائل من المداد والورق والكلمات المعبره.